هنبتدي مع بعض اول وصفه. قبل ما نبتدي عايز اقول لكم ان انا بس الوصفه بتاعتنا هي لازانيا الكريب، وانا اخدت الفراخ اللي عندنا قطعتها صغير وحطيتها على النار مع شويه زيت، وهحط لها البصل وبعدين اقرا لكم المقادير. يلا بينا. عايزين نعمل كريب. الكريب بتاعنا عشان نعمله عايزين كوبايه ونص من الحليب، 1 كوب دقيق، 2 بيضة، الحشوه معلقه كبيره زبده، معلقه كبيره زيت، بصله، 4 صدور دجاج، 1 كوب مشروم، 250 جرام سبانخ، وعايزين مكعب مرق، عايزين رشه من جوزة الطيب، 1 كوب جبنه كريمي، عايزين بشاميل، ملح وفلفل، 2 معلقة صغيرة يا زعتر يا ريحان زي ما تحبوا، ورشه من جوزة الطيب، وعايزين 2 كوب من الجبنه الموتزاريلا. عندنا هنا مشروم برضو مقطع صغير، واحنا طبعا مقطعينه صغير عشان نقدر نحطه في الطبقات بتاعه الكريب. احنا دلوقتي بنعمل الحشوه. على فكره بتقدروا تغيروا في الحشوه زي ما انتوا عايزين، شوفوا انتوا بتحبوا تعملوا ايه، يعني تحطوا ايه وحطوا. عندنا هنا شويه فلفل، شويه ملح، وعندنا رشه من جوزة الطيب. الريحه جميله جدا طبعا. اي حاجه عايزين تضيفوها زياده ضيفوها. هناخد دلوقتي زي ما قلنا يا شويه من الاعشاب الايطاليه، يا ريحان، يا يعني شوفوا انتوا بتحبوا تحطوا ايه وحطوه كده. احنا عندنا الحشوه بتاعتنا جهزت، ناقصها ايه بقى؟ ناقصها نطفي عليها وناخد الجبنه الكريمي اللي عندنا، جبنه كريمي عادي جدا اللي بتبقى يا اما اللي في البرطمانات يا اما اللي بتبقى في العلب. هناخد من الجبنه الكريمي دي ونحطها على الحشوه بتاعتنا. كده دي جهزت عندنا. خلاص احنا كده تمام التمام. عندنا هنا بقى البشاميل بتاعنا. البشاميل بتاعنا بس هنحط له هو كمان رشه خفيفه قوي من جوزة الطيب. البشاميل بتاعنا علشان نعمله كالعاده عملنا ايه؟ دايما البشاميل يا جماعه بيبقى 1 1 1، يعني بمعنى 1 معلقة كبيرة من الدقيق على 1 معلقة كبيرة سمنة أو زبدة على كوباية دقيق، 1 1 1. هنحط السبانخ، معلش نحط السبانخ بتاعتنا، السبانخ ما بتاخدش وقت، وأصلا السبانخ يعني على النار يدوب بتخلص في السريع، وهي كمان أصلا هتدخل الفرن. خلاص احنا كده تمام التمام، تمام تمام جدا، صدقوني الوصفه لذيذه قوي. طيب دلوقتي عايزين نعمل الخلطه بتاعه الكريب بتاعتنا. خلطه الكريب بتاعنا دايما احنا بنقول دايما 1.5 حليب، ودايما حطوا الحليب الاول في الخلاط. ليه؟ لما بنحط الدقيق الاول في الخلاط ونيجي نضرب الدقيق بيمسك في السن بتاع الخلاط، بيمسك فيه كده. انما لما بنحط الاول سائل، السائل بيمنع الحركه دي انها تحصل، وبعدين الدقيق لما بيلزق بنضطر بقى نقعد نفكفكه وقصه ملهاش اي معنى. هنحط الدقيق وهنحط البيضتين. بما انها اكله مالحه بقدر احط لها شويه ملح، وهنضرب الكلام ده كله في الخلاط. زيت عادي بالفرشه كده بس، بنمسك بايدينا الشمال كده وبايدنا اليمين بننزل بالراحه في النص كده. لازم اسمع الصوت ده، بسمع وبسرعه بلف، بسرعه بلف، شايفين بلف 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 لغايه ما بملى كل القاع بطبقه رقيقه بهذا الشكل.
احنا بقى في الاخر مجهن، احنا كده كاننا عملنا بس وصفه الكريب. هناخد بقى دلوقتي الكريب بتاعنا وهنحطه كده هنا، وهنقطع طبعا كتير علشان نكمل الجناب. هناخد دلوقتي من الخليط اللذيذ جدا بتاعنا ده ونحط هنا، هنحط شوية جبنة. هنرجع نحط كريب تاني. ونرجع تاني نحط جبنة. على فكرة ممكن مع نفس الخليط ده تحطوا مثلا كبشة من البشاميل برضو، أنا دايما بحب أعمل كده، فبتقدروا كبشة من البشاميل كده. احنا تقريبا فاضل لنا دور واحد، نبقى احنا كده عملنا ايه، 3 ادوار. خلاص طبقة كريب كمان، حتى يمكن ايه، يا ريتني حطيت الكبيرة هي اللي فوق. يلا بنحط واحدة كده وبنحط عليها البشاميل، يعني الموضوع كله هياخد في الفرن تقريبا 10 دقايق.